عم تحقق بي بي سي مع 6 من صحفية وصحفيتها العرب بسبب تغريدات اعتبرتها المحطة أنها بتبرر قتل حركة حماس للمدنيين. إجا التحقيق بعد حملة من صحيفة تيليغراف البريطانية ومن داعمين لإسرائيل على بي بي سي لرفض تصنيف حماس حركة إرهابية، ونشرت الصحيفة صور الصحفيين العرب مع مجموعة من بوستاتهم ولايكاتهم. ما تدخلت البي بي سي لحماية العاملين باسم العربي من الاتهامات، وطلبت منهم محي بوستاتهم ولايكس اللي عملوها على صفحاتهم الخاصة على مواقع إكس، ووقفتهم عن مهامهم لحد الانتهاء من التحقيق مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. البي بي سي منا الوحيدة اللي قررت الاختصاص من موظفينا وتشارك بحملة قمع الأصوات الداعمة لفلسطين، وهي حملة صارت ببعض المطارح مجرد إسلاموفوبيا مثل اللي ظهرت بعد أحداث 2001. محطة MSNBC الأمريكية أوقفت مقدمي الأخبار والبرامج مهدي حسن، أيمن محي الدين وعلي فلشي عن العمل لأنه عندهم أصول إسلامية، ولأنهم الوحيدين بالقناة يلي انتقدوا الحرب الإسرائيلية على غزة. And it's basically like living, Alex, in an open-air prison. It is a people that have been besieged and blockaded. عم يتحجج الإعلام الغربي بالمهنية والحيادية تيمنع الأصوات الداعمة لفلسطين، بس المهنية ما منعته ينشر الأخبار الكاذبة للتحريض على الفلسطينيين. The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated. أو نزع الصفة الإنسانية عنهم. Qu'est-ce qu'il faut dire? Un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. أو فتح عويميدو لتبرير قتلهم.